60 دقيقة. تغيير الساعة ده بيؤدي ناس كتير جدا يومها بيتأثر، بيبقى فيه حرمان، أو يعني تبقى فيه عدم حصول على، حتى مش إن أنت بس بتنام، لكن لو نمت بيبقى نوم متقطع، فيه قلق، مفيش جودة نوم اللي احنا كنا بنتكلم عليه. بيحدث اضطراب في الساعة البيولوجية بشكل كبير لكل كل الناس تقريبا مع تغيير طبعا الساعة. إزاي بقى تقدر تظبط يومك؟ إزاي تقدر تظبط ساعتك البيولوجية؟ هو ده اللي احنا بنتكلم فيه في موقع اسمه موقع منظمة النوم الأمريكية. النوم من الحاجات المهمة جدا 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 اللي أدركناها مؤخرا، بدأنا نتكلم على أهميتها مؤخرا، عشان كده بقى في مواقع متخصصة، وبقى في طب اسمه طب للنوم متخصص في كده، ان انت تحصل على جودة النوم. طيب، في بعض النصائح بيقول لك وانت في خلال عدم تظبيط الساعه البيولوجيه بتاعتك ازاي تعمل، او ايه الحاجات اللي انت ممكن تعملها علشان تبتدي تعدل الدنيا. ان انت تعمل جدول قبل، مثلا احنا قلنا ان هو اخر جمعه من شهر ابريل هيتم فيه تغيير الساعه، قبليها بثلاث اربع ايام ويا ريت اسبوع نبتدي ان انت ساعه الاستيقاظ بتاعك، انت بتصحى الساعه 7، لا نخليها 7 الا ربع، خليها 7 الا تلت، تبتدي تصحى بدري تلت ساعه ربع ساعه، كل شويه تزود، يعني كل يوم تزود لها 5 دقايق عشان تبتدي تعدل يومك. يبقى شوية هتبقى تلاقي نفسك بتصحى 6:30 6:15، وهي دي اللي هو العدلة اليوم بقى، يعني مش هيحصل النقلة الكبيرة في اليوم اللي هي بتأثر عليك بشكل كبير. كمان ان انت تحاول تحصل على راحة جيدة ليلا، تنام في مكان مظلم بشكل كبير، ما تشربش قهوة. القهوة يا جماعة من الحاجات اللي، سواء بقى كان القهوة طبعا بالتأكيد، وفي ناس الشاي، لأن الشاي برضو من الحاجات المشهورة جدا جدا، وخصوصا يعني في ناس بتشرب شاي وتدخل تنام أو تتعشى وتشرب شاي بلبن، تقول لك أصل الشاي بلبن ما فيهوش مشكلة، لا، أي حاجة تحتوي على مادة كافيين فدي من الحاجات المنبهة اللي بتأثر بشكل كبير جدا على جودة النوم. فتقاطع القهوة، أو يعني إلى حد ما تكتفي فنجانين القهوة بتوع الصبح، بلاش قهوة بعد الظهر، وده نفس الموضوع مع الشاي، علشان نقلل من اضطرابات النوم ونأدي، أو إن شاء الله نقدر نوصل كلنا لجودة النوم المطلوبة، نعدل يومنا وساعتنا البيولوجية ترجع طبيعية عشان نقدر نروح طبعا بالتأكيد أشغالنا.